بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتحدث اليوم إن شاء الله عن تفاعلات البيريدين. كنا حكينا في المحاضرات الماضية كيف بتفاعل البيريدين مع الإلكتروفيلات ومع النيوكليفيلات، وحكينا عن مواقع التفاعل، كيف أنه البيريدين لما بنضيف عليه إلكتروفايل الموقع المناسب للتفاعل هو زي ما حكينا هو البيتا بوزيشن اللي هو الموقع ثلاث، وكيف حكينا لما بتفاعل مع النيوكليفايل بيكون عندي الموقع ألفا وجاما، هم اللي بيكونوا في لهم استابيليتي وهم المفضلين للتفاعل مع النيوكليفيلات. اليوم راح ناخذ أمثلة تطبيقية على هاي التفاعلات، وراح نبدأ نحكي عن التفاعلات الاستبدال اللي ممكن تصير على البيريدين، وراح نبدأ بتفاعل البيريدين مع الإلكتروفيلات. يعني هذا التفاعل خلينا نشوف له عنوان اللي هو بيريدينز الإلكتروفيليك مع الإلكتروفايل، إلكتروفيليك رياكشنز. طبعا زي ما حكينا انه بخصوص البيريدين الان ممكن انه يصير التفاعل مع الالكتروفايل، اوكي، اما على على النيتروجين، يعني بمعنى لانه النيتروجين في عليها زوج من الالكترونات الحره، الان ممكن انه هذا يمنح للالكتروفايل. طبعا هذا زي ما حكينا انه بتم الى حد ما بسرعه، لانه هنا في بيسيسيتي او في زوج الكترونات هذا افيلبل بامكانه يمنح للالكتروفايل بسرعه. بنفس الوقت الان ممكن انه يمنح خلينا نحكي، او ممكن انه الالكتروفايل يجي على نفس حلقه البيريدين، اوكي. طبعا رح نحكي في الاول اللي هي التفاعلات. طبعا التفاعل او الالكتروفايل بفضل انه يجي على الزوج الالكترونات الحره الموجود على النيتروجين عنه ما يجي على نفس الحلقه. اذا اجى على نفس الحلقه بيحتاج عاده الى كاتاليست والى عوامل مساعده. طبعا خلينا نحكي في الاول اللي ممكن يجي على النيتروجين، لذلك نسمي هذا نيتروجين سبستيتيوشنز اللي هي الاستبدال سبستيتيوشن اللي هي الاستبدال اللي ممكن يصير عندي على النيتروجين. على سبيل المثال اذا اخذنا احنا البيريدين وضفنا على البيريدين رياجنت زي الميثيل ايودايد، ميثيل ايودايد طبعا زي ما بنعرف انه اليود بيسحب الكترونات، ففي عندي نيجاتيف شارج على اليود وبنفس الوقت عندي بوزيتيف شارج على الميثيل جروب، والنيتروجين هاي بيسك، وبالتالي الان ممكن يصير عندي الكيليشن للنيتروجين، بمعنى انه زوج الالكترونات هذا اللي على النيتروجين راح يمنح للمثل، وعندي اليود مجموعه مغادره، فبصير عندي سبستيتيوشن للبيريدين الان، والمثل جروب راح ترتبط في النيتروجين. طبعا بهاي الحاله بدي انتبه انا، طبعا هاي هي المثل جروب، اوكي، بدي انتبه الان انه النيتروجين هاي راح يصير في عليها أربع روابط، أوكي، وبالتالي بعمل لي هذا بلس على النيتروجين. طبعا اليود في عليه هو الكاونتر أيون اللي عليه سالب،
لذلك هذا كأنه الآن بده يعمل لي زي سولت، زي ملح لا البيريدينيوم سولت أو مثل بيريدينيوم سولت. الآن نفس الطريقة لو حاولنا أنه احنا نضيف على سبيل المثال RCOCl، أوكي؟ طبعا كنا نتوقع انه هذا يصير له زي فريدلي كرافت اسيليشن، مع الاسف انه نتيجه وجود زوج الالكترونات على البيريدين الان ما بصير اسيل للبيريدين زي البنزين، وانما بصير سبستيتيوشن، بصير اضافه، وناتج هذا التفاعل انه الاسيل جروب بدل ما تيجي على الحلقة البريدين تيجي على النيتروجين، هو اللي بصير فيه عليه أسيل جروب، وطبعا هذا كمان على شكل سولت. دائما الكاونتر أيون اللي بيكون موجود مع الرياجنت اللي موجود عندي. نفس الشيء الآن لما بنضاف على البريدين NO2 بلس مع البي، طبعا هاي في عليها بوزيتيف شارج، مع البي اف 3 ماينس، اوكي ننتبه انه هنا كمان ما بصير عندي نترة معتادة، وانما النيترو جروب ترتبط كمان في النيتروجين تاعت البيريدين، وهاي التفاعلات الالكتروفايل عماله بنضاف على النيتروجين وليس على ال هاي فور ماينس بي اف فور ماينس، وليس على الحلقة البريدين زي ما احنا متعودين. بنفس الوقت اوكي في كثير تفاعلات انه احنا لما بنضيف الالكتروفايل على البريدين زي هذا التفاعل، لما بنضيف SO3 احنا بنتوقع انه يصير صلفن للبريدين، طبعا بيستخدموا دايكلوروميثان السولفنت، هذا مذيب ما له علاقة. نفس الوقت الآن السلفون الجروب تيجي على النيتروجين بدل ما بتيجي على الحلقة. طبعا الآن راح يصير في تساؤل، أوكي هاي بلس والكبريت هنا أو الأكسجين هنا في عليه ماينس، أوكي الآن طب في تساؤل إنه طب إذا بدي أنا الآن إلكتروفايل يجي على مش على النيتروجين، يجي على الكربون، الآن نضطر زي ما حكينا نحاول نستخدم كاتاليست غير اللي هاي اللي موجودة اللي ذكرناها في هاي الأمثلة. الآن خلينا نحكي عن الآن اللي ممكن يصير عندي الآن على الكربون، يصير عندي substitution، أوكي مش على النيتروجين. الآن بنغير، راح تلاحظوا إنه عمالنا بنغير إحنا الكاتاليست، عمالنا بنغير الرياجن. طبعاً هنا إذا أخذت أنا البيريدين وعملت إن الظروف النترة اللي إحنا بنعرفها اللي هي بنعملها دائماً للبنزين، واستخدم HNO3 مركز concentrated مع concentrated كمان sulfuric acid، أوكي الآن نتوقع إنه النيترو راح تيجي على على البيريدين، أوكي ولكن إذا بنلاحظ هنا إنه هون راح تيجي النيترو جروب على البوزيشن 3 زي ما ذكرنا، أو على البوزيشن بيتا، هذا الألفا وهذا هو البيتا، بس بنلاحظ هنا نسبة الناتج ما بتتجاوز 6%، يعني التفاعل وكأنه يعني صعب إنه نعمل نترة ل البريدين على طبعا السؤال وين 100% الباقي راح يجي عندي على النيتروجين، اوكي ولكن انه لما بنستخدم هاي الظروف 6% من الناتج انه النترة بس عفوا هون NO2 مش NO3، النترة بتصير على البريدين. طبعا اذا بدي الان طبعا اللي بيثبت هذا الحكي انه وين الباقي صار على انه الباقي معظمه صار ارتباط على النيتروجين مش على الكربون، انه احنا اذا حاولنا احنا نعمل
خلينا نحكي نحجب نعمل بروتكت اوكي على النيتروجين، نعملها بروتكشن اوكي. الان اذا اخذنا على سبيل المثال احنا ونفس الوقت حاولنا ننشط الحلقه انه نضيف عليها مجموعات ميثيل جروب اوكي، طبعا المثل هاي دافع على الالكترونات وبالتالي بتزود كميه الالكترونات تاعت البيريدين. الان نحاول احنا نضيف مثل ايودايد نفس التفاعل اللي عملناه بالاول على اساس انه نعمل نحمل النيتروجين انها تتفاعل اوكي. الان راح يصير في عندي اربع مجموعات مثل ثلاثه منهم على البيريدين، والمجموعه الرابعه راح نكون احنا حمينا النيتروجين اوكي بمجموعة مثل اللي هي هاي المثل أيودايد، وزي ما حكينا راح يصير عندي سولت مع الآي ماينس. الآن لاحظوا لأنه أنا حميت النيتروجين، إذا الآن بضيف بعمل نترة بضيف HNO3 مركز أوكي كونك HNO3 وبنفس الوقت بستخدم العلم أو ككاتاليست أوكي وبتسخين على 100 على 100 درجة مئوية. الآن فعلاً إنه إذا لاحظنا نسبة الناتج من النترة إلى البيريدين راح تزداد نسبة الناتج هنا وتوصل النسبة إلى بحدود 70%. أوكي طبعاً السبب ليش إنه والله ارتفعت النسبة من 6%، هون طبعا خليني اكمل بقيه الاستراكشر انه ليش ارتفعت النسبه ل 70%، انه احنا هون حمينا النيتروجين اللي ممكن يجي عليها الان او 2. طبعا هون في عندي ان او 2 صار عندي نترته اوكي، فلما حمينا النيتروجين الان معظم الان او 2 كاتايون او الالكتروفايل اجى على الموقع بيتا اللي احنا بنتوقعه، زادت نسبه الناتج من 6% ل 7% اوكي. ف او احيانا ممكن احنا نفسه هذا اذا بضيف عليه HNO3 مركز، يعني بضيف عليه انا كاني بضيف حامض على التفاعل اوكي، طبعا بوجود الكاتاليست هذا اوليوم اوكي، هذا عباره عن عامل مساعد اوكي. الان كانه الحامض راح يمنح لي اتش بلس، والاتش بلس هاي راح تيجي على النيتروجين اوكي. طبعا بضل عندي المجموعات المثل موجوده هاي بتنشط لي الحلقه. كمان هون انا لما بحمي النيتروجين وبضيف لما بحمي النيتروجين الآن وموجود عندي طبعا إذا ضفت كمية كبيرة من النيتريك أسيد المركز أوكي مع وجود الكاتاليست، لاحظوا هنا بصير عندي نترته وكمان بنفس النسبة بتزيد كثير. الآن إذا جيت أطلع على نسبة الناتج راح ألاحظ أنه نسبة الناتج بهاي الحالة لأنه أنا حميت حميت النيتروجين هاي بإضافة الـ H بلس أوكي. تقريبا هون نسبة النترة بتوصل ل 90%، وبالتالي كأنه احنا من هاي الأمثلة بإمكاننا نحكي أنه أنا إذا بدي أعمل نترة للبنزين بنسبة عالية بلزمني شغلتين. الشغلة الأولى أنه أنا أستخدم مجموعات منشطة للبيريدين زي إضافة المثل، وبنفس الوقت أنه أنا أعمل بروتكتنج للنيتروجين هاي أحميها ما أنه تتفاعل مع الNO2 بلس، سواء من خلال عمل الكلة هذا نسميه الكيليشن أو من خلال عمل ملح من البيريدين بصير بيريدينيوم صولت. الآن لما بحمي النيتروجين وبعمل نترته بتيجي النيترو على البيتا بوزيشن، وزي ما شفنا انه نسب معقوله 70% بهاي الحاله 90% بالحاله الثانيه.
أما أنه أنا أعمل نترة للبريدين مباشرة بدون وجود مجموعات منشطة وبدون حماية للنيتروجين تاعت البريدين، نسبة النترة ضئيلة جدا، ما بتتجاوز 6%. فيعني ننتبه أنه البريدين شوي بيختلف عن البنزين في تفاعلاته، فننتبه من هاي النقطة. نفس الشيء إذا بنعمل صلفنة، إذا جيت أعمل الآن صلفونيشن للبريدين مقارنة مع مقارنة مع البنزين، أوكي، يعني بدي أضيف صلفونة للجروب، أوكي، بمعنى إنه أنا بدي أخذ البريدين وبدنا نضيف الآن على البريدين اللي هم العوامل اللي بتعطيني صلفونة جروب اللي هي H2SO4 بوجود الـ SO3، أوكي، راح نلاحظ إنه نفس الشيء هذا بعطيني أكيد low yield، يعني ما بعطيني ما بتجاوز 10% إنه صير في عندي أنا صلفونيشن للبيريدين والصلفونيل جروب زي ما بنعرف راح تيجي على الموقع بيتا، مش زي الحلقة الخماسية اللي بتيجي على الألفا. لكن لاحظوا إذا أنا بدي أحاول أعمل بروتكتينج، أحمي النيتروجين، بمعنى إنه إذا أخذت أنا ضفت H2SO4 وضفت معها كبريتات الزئبق اللي هو الميركوري صلفيت، طبعا بنسخن على حرارة شوي مرتفعة 220 درجة مئوية، الآن نعمل حماية للنيتروجين إنه مجموعة الآن هاي المجموعة اللي هي ميركوري راح تيجي على النيتروجين، طبعا راح يصير عندي هون بوزيتيف شارج والكاونتر أيون الماينس واللي هو SO3 ماينس. الآن أنا إذا الآن أنا بإمكاني مدام حميت النيتروجين ها بوجود خلينا نحكي السلفوريك أسيد، الآن راح يعطيني هذا وراح تكون نسبته تقريبا 70%. وواضح جدا إنه أنا لما بعمل حماية للنيتروجين، أوكي، الآن ممكن يصير عندي صلفنة على البيتا بوزيشن والنسبة جيدة كناتج. فتقريبا يعني نترة نفس الصلفنة، إنه إذا بدي أعمل صلفنة بنسبة عالية أو ناتج يكون المردود منه جيد، مفروض إنه أنا أعمل حماية للنيتروجين في الأول، بعدين بتصير عملية الصلفنة أو النترة للبيريدين بناتج معقول. هذا فيما يتعلق في خلينا نحكي الصلفنة والنترة. الآن الهالوجين سهلة، الهالوجينيشن ما بنتوقع أن يكون فيه مشاكل. الآن هالوجينيشن أوف بيريدين، إذا بدي أعمل هالجين للبيريدين أنا ما في عندي مشكلة. السبب طبعا إنه لو حكينا والله هذا هو البيريدين، أوكي، والآن بدنا نضيف للبيريدين نعمل مثلا برومينيشن، بنضيف بروم، ودائما هذا الكاتاليست بيستخدموه مع البيريدين اللي بده يخلينا نحكي يعرف إيش دوره، برجع ممكن ترجع للجوجل ببين، بس بديش أدخل أنا بالتفاصيل الآلية إنه إيش دور الكاتاليست هذا بالتفاعل. نكتفي بالجنرال رياكشن اللي هي التفاعل العام. طبعا هون نسخن تقريبا ل 130 درجة مئوية، أوكي، لاحظوا هنا ما عندي مشكلة، أوكي، النيتروجين راح يصير برومينيشن، أوكي، بنسبة تقريبا 86%. طبعا متوقع لأنه النيتروجين فيه عليه إلكترونات، ونفس الوقت لما بنحكي عن البروم إحنا هذا هو شكل، لما نيجي نرسب البرومين عندنا البروم فيه 7 إلكترونات بالغلاف الخارجي، عندي 2، عندي 14 إلكترون، الـ14 إلكترون استهلكت منهم إلكترونين في الرابطة، فبضل عندي هون 6
الكترونات وهون 6 الكترونات. هذا هو لويس ستراكشر للبروم. فلاحظوا البروم غني بالالكترونات، فما نتوقع انه والله الغني يجي على الغني، وبالتالي ما بخاف انه انا البروم يجي على النيتروجين، اوكي مش راح يجي على النيتروجين، وبالتالي لما بنضيف البروم على طول بصير عندي الكتروفيليك سبستيتيوشن مكان هاي الهيدروجينة، انه بحل عندي محلها البروم بالآلية اللي كلنا بنعرفها. نفس الشيء بالنسبة للكلورينيشن، إذا جيت أنا عملت كلورينيشن، طبعاً بدنا كاتاليس، ممكن نستخدم الكاتاليس اللي بيستخدموه للألكالي والأسيالي، فريدلي كرافت أسيليشن، ده مستخدم لويس أسيد، هذا عبارة عن لويس أسيد، وبتعرفوا دور اللويس أسيد بالإلكتروفيليك سبستيتيوشن، إنه بحرر اللي Cl بلس في المحلول، أوكي؟ الآن ناتج هذا التفاعل كمان نفس الشيء، إنه هنا بصير عندي كلورينيشن على البيتا بوزيشن، والنسبة هنا أقل من عملية البرونيشن، هنا تقريبا ناتج بحدود 33%، أوكي؟ طبعا هنا بتوقع الواحد انه ليش هنا، لانه فعلا في عندي Cl بلس في المحلول، اوكي، وبالتالي ممكن Cl بلس انه يجي الان على النيتروجين هنا جزء منه، وهذا اللي خلينا نحكي بيؤدي الى انه الكلورينيشن اللي على البيريدين نفسه نسبته قليله مقارنه مع البرومينيشن، اوكي. الآن تفاعل الآن في تفاعلات أخرى كمان للبيريدين، وهذا التفاعل معروف إنه إذا أخذنا إحنا البيريدين اللي هو ريدكشن، خلينا نحط عنوان لهذا التفاعل ريدكشن أوف بيريدين، إنه أنا إذا عملت اختزال للبيريدين، اوكي، بمعنى هذا هو البيريدين الموجود عندي، الان ممكن نعمل له ريدكشن. ريدكشن طبعا الريدكشن الريدكشن ممكن انه ينعمل باكثر من طريقه. الطريقه الاولى انه احنا الطريقه المعتاده نضيف H2 بوجود البلاتين كعامل مساعد، و تفاعل على حرارة الغرفة بصير at room temperature، اوكي. ممكن الان يصير في عندي اللي احنا نسميه بيبريدين، اوكي. طبعا اذا كان عندي البيريدين عليه جروب ممكن نحكي عليه R جروب، لما بنعمل هيك ما بنحدد، يعني الR ممكن تكون على الأورثو، ممكن تكون على ممكن تكون على الموقع ألفا، ممكن تكون على الموقع بيتا، ممكن تكون على الموقع جاما، فبنحطها بنص النص الحلقة بهاي الإشارة على أساس إنه هون مش محدد وين موقع الآر. طبعاً هون راح ينتج عندي الآر موجودة على البريدين حسب الستارتينج ماتيريال، إذا كانت الآر على الألفا راح يعطيني على الألفا، على البيتا أو على الجاما، أوكي. الآن ممكن إذا ضفنا إحنا ممكن نعمل ريدكشن بغير الهيدروجين، عادة ممكن ينعمل ريدكشن بالصوديوم بوجود الإيثانول، بوجود الإيثانول. طبعا هذا آلية التفاعل فري راديكال خلال جذور حرة بتصير، يعني الصوديوم بصير صوديوم بلس بفقد إلكترون، وبالتالي الميكانيزم للتفاعل هنا معروف، يعني اللي بيهتم بال بال بالآلية هذا التفاعل موجود على الإمكانه يقرأ عنه، والآلية بتتم free radical mechanism، يعني لا هو كتيون ولا أنيون بسبب وجود الصوديوم اللي بفقد إلكترون، فالإلكترون اللي بفقده هذا هو اللي بدخل بآلية التفاعل، وبالنهاية انه بتكون عندي البيريدين بصير له اختزال، بس بكون في عندي دبل بوند هنا، اوكي. طبعا نفس الشيء ار حسب موقعها بتظهر معي على الناتج، يعني هنا بدكم تنتبهوا
انه احنا لما بنعمل اختزال بالصوديوم ما بعطيني كل الكربونات مشبعات، بكون عندي هدول الكربونتين بكونوا غير مشبعات، في عندي دبل بوند. الآن كمان لما بنغير شوي بظروف التفاعل، طبعا حسب اللي الواحد بيستخدمه، ممكن الآن إذا إحنا أخذنا صوديوم مع الأمونيا بوجود الإيثانول، أوكي، كمان هذا بعمل لي اختزال. بس الآن إذا بدكم تنتبهوا إنه ناتج هذا التفاعل إنه بس الكربونة هاي اللي بتصير مشبعة، أوكي، وطبعا الآر جروب بتكون موجودة عندي هون. طبعا هون بدكم تنتبهوا إنه لما بنيجي نسمي إنه هذا بيريدين معروف كله في دبل بوند، الآن هون بدنا نحدد إنه هذول هذا مشبع وهذا مشبع، هذول كمان مشبعين، وبالتالي لما نيجي نسمي بدي أذكر إنه هاي الكربون هايدرو، هاي الكربون هايدرو، هاي الكربون هايدرو، وبالتالي هذا كأنه تراي هايدرو بيريدين، وبده حدد الواحد خلينا نحكي وين مواقعهم. فإذا بيجينا نرقم مثلا من هون واحد، هون اثنين، هون ثلاثة، هون أربعة، هون خمسة، هون ستة، معناته الموقع اثنين والموقع خمسة والموقع ستة هذولا تراي هايدرو، يعني هذول مشبعين بالهيدروجين. بعدين ممكن الواحد يحكي بيريدين، أوكي، على أساس إنه أنا أميز بين البيريدين العادي وبين هذا البيريدين، يعني كأنه أنا بحكي هون البيريدين اللي عندي هذول المواقع مشبعين بالهيدروجين، أوكي. هون نفس الشيء، إذا بدينا نرقم من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هون عندي الموقع أربعة هو اللي مشبع بالهيدروجين، أوكي. فممكن هون واحد يحكي الفور، حتى أحيانا برمزوا بالأتش، هاي أتش هاي معناها هيدرو، إنه مشبع بالهيدروجين بيريدين، أوكي. يعني إحنا مش بصدد التسمية، بس إنه فقط كيف الواحد يميز بين هذا البيريدين وبين هذا البيريدين وبين هذا البيريدين، يعني هذول في لهم طريقة للتسمية، أوكي. الأتش هاي زي ما حكينا أحيانا ما بنكتب هايدرو، بنكتفي بنكتفي بالرمز أتش، بمعنى أنه هذا الموقع أربعة مشبع بالهيدروجين، هيك معناها، أوكي. هذا فيما يخص تفاعل البيريدين، أو فيما يخص اختزال البيريدين، كيف أنه أنا ممكن أعمل ريدكشن ل البيريدين. الآن تقريبا هذول أهم تفاعلات، خلينا نحكي اللي هم مع اللي ذكرناهم قبل قليل مع الإلكتروفيلات. الآن في بعض التفاعلات مع النيوكليفيلات، مع نيوكليفيليك الآن سبستيتيوشن، بمعنى أنه الآن أنا بدي أضيف على البيريدين، بدي أضيف عليه مش إلكتروفايل، بدي أضيف عليه نيوكليفايل. طبعا هذا التفاعل زي ما حكينا على أساس أنه أنا أخفف من الآن لاحظوا زي ما حكي البيريدين فيه عليه إلكترونات، الآن أنا بدي أضيف على هذا نيوكليفايل إشي معاه إلكترونات، فهو الآن مفروض البيريدين يصير بحاجة لإلكترونات تا يستقبل النيوكليفايل، أما البيريدين نيوكليفايل لحاله يمكن ما يصير تفاعل. لذلك بلزمني دائما أنه أنا يكون في عندي مجموعة ساحبة X، أوكي، هاي مجموعة بتسحب إلكترونات، أوكي. ممكن طبعا لما بنعمل هيك زي ما حكينا أنه ممكن يكون المجموعة الساحبة على هذا البوزيشن، ممكن يكون على هذا البوزيشن، أو ممكن يكون على هذا البوزيشن، أوكي. الآن بهاي الحالة إذا ضفت أنا نيوكليفايل، الآن راح يحل عندي النيوكليفايل محل الإكس، راح يصير الآن
هنا النيتروجين، والآن راح يحل عندي النيوكليفايل محل الإكس، أوكي؟ طبعاً زائد إكس ماينس اللي هي أصلاً كانت موجودة على اللي كانت موجودة على، وحكينا لكم إنه آلية النيوكليفيليك اللي هي أديشن إليمينيشن، بنضاف في الأول بعدين بصير عندي حذف للإكس. طبعا الآن هون إكس ممكن تساوي لي كلور، ممكن تساوي لي بروم، مجموعات الساحبة، ممكن تساوي لي يود، ممكن تساوي لي NO2 كمان، هاي مجموعة ساحبة. أوكي، النيوكليفيلات متعددة الآن، ممكن الميثوكسايد MeO ماينس، ممكن NH2 ماينس، أوكي، أو ممكن الآن البيس العادي زي الأمونيا كم عندها إلكترونات تتصرف كنيوكليفايل NH3، أو على سبيل المثال ممكن يكون عندي فينيل الثيوفينول، إنه بدل الـ OH عندي كبريت، كمان هذا الكبريت ممكن يشتغل as نيوكليفايل، أوكي؟ يعني هذا التفاعل بشكل عام. ممكن نأخذ إحنا أمثلة على هذا الحكي، على سبيل المثال، على سبيل المثال إذا أخذنا إحنا كلوروبيريدين، بيريدين في عليه كلور، وخلينا نحكي الكلور هذا بدناش نحدد موقعه، كلور ممكن يكون على أي موقع، إما الألفا أو البيتا أو الجاما. الآن إذا ضفت عليه أنا نيوكليفايل زي الصوديوم إيثوكسايد O- Na+، معروف هذا من النيوكليفيلات القوية، الآن راح يحل النيوكليفايل محل كلور ويعطيني الآن الـ O إيثيل راح تصير محل كلور كنيوكليفايل، وراح يطلع عند الCl- مع الصوديوم راح يعطيني NaCl. إذا بدنا نوضح أكثر، ممكن إنه على سبيل المثال إذا أخذنا هنا الكلورو 2-chloropyridine 2-chloropyridine، إنه هنا الكلور موجودة على الموقع 2، لأن نبدأ نعد من هنا ده 2-chloropyridine أو الألفا chloropyridine نفس الشيء. إذا بضيف عليها الآن صوديوم إيثوكسايد راح يحل مع الإيثوكسي جروب، راح تحل محل الكلور، هون راح يجي يصير عندي أو إيثيل زائد الملح الـ NaCl اللي بيطلع عندي، أوكي؟ طبعاً هنا بدنا ننتبه شوي، أوكي؟ إنه بالنسبة لسرعة التفاعل، بالنسبة لسرعة هذا التفاعل، إذا كانت الكلور موجودة على الجاما بوزيشن، سرعة التفاعل يعني مين أسرع، إنه الكلور تكون على الألفا ولا تكون على البيتا ولا تكون على الجاما، سرعة التفاعل الجاما بيكون أسرع من الألفا والألفا أسرع من البيتا، أوكي؟ يعني هذا معمول عليه دراسات، إنه إذا أنا بدأت بجاما كلوروبيريدين وعملت نيوكليفيليك سبستيتيوشن راح تكون سرعة التفاعل الجاما أسرع من الألفا أسرع من البيتا، وطبعا هذا له علاقة بالخلينا نحكي بالستابيليتي للإنترميديات اللي بتكون أثناء الميكانيزم للتفاعل. الآن بإمكاننا إحنا إذا أنا بديت، خلينا نبدأ مثال آخر، إذا أنا بديت ببيريدين في عليه هالوجين، أوكي، إذا أنا بديت في بيريدين وهذا البيريدين في عليه هالوجين إكس بس كان على شكل صولت، يعني أنا كنت أنا عامل للنيتروجين الكلة، أوكي، وضفت الآن نيوكليفايل، يعني هذا نفس المثال السابق بس هنا عملنا حماية للنيتروجين، نفس الشيء الآن النيوكليفايل راح يحل محل الإكس، أوكي، محل الإكس، بس هنا بدي أنتبه إنه سرعة التفاعل الألفا بيكون الألفا والجاما تقريبا ثنتين نفس السرعة،
أوكي، وهذولا بيكونوا أسرع من البيتا بكثير. يعني في كلتا الحالات سواء النيتروجين فري ولا النيتروجين الكايليتد، إنه دائما البيتا أوكي بيكون هو زي ما حكينا قبل قليل، البيتا بيكون هو أبطأ واحد في الحالة في الحالتين. في الحالة الأولى بيكون الجاما أسرع من الألفا، في هاي الحالة كأنه الألفا والبيتا نفس السرعة أوكي، بس هم اثنين بيكونوا بيكونوا عندي يعني خلينا نأخذ مثال على هذا الحكي على أساس نوضحه. أوكي، إذا أخذنا إحنا مثل بيريدين على سبيل المثال، أن مثل بيريدين، إنه المثل هنا مضيوف على البيريدين، وكان عندي على سبيل المثال كلور على البيتا بوزيشن، هذا الألفا وهذا البيتا بوزيشن، وضفت الآن نيوكليفايل، ممكن على سبيل المثال نضيف هذا نيوكليفايل، هذا O minus أوكي، وفي عليه نيترو جروب على هذا البوزيشن. الآن واضح إنه الماينس هاي اللي على الأكسجين هي اللي نيوكليفايل أوكي. الآن ناتج هذا التفاعل، ناتج هذا التفاعل إنه النيوكليفايل بحل محل الكلور أوكي، يعني لو رسمنا هاي باللون ثاني على أساس نوضح لكم. الآن راح يحل عندي النيوكليفايل محل محل الكلور أوكي، الـ NO2 بهذا البوزيشن أوكي. طبعا زي ما حكينا إنه هذا الموقع، لاحظوا هذا البيتا، هذا طبعا نتوقع إنه التفاعل نتوقع إنه التفاعل يكون بطيء نسبيا، لأنه الموقع موجود على البيتا بوزيشن، او الكلور موجود على الموقع البيتا بوزيشن اوكي. يعني هذا فقط سرعة التفاعل تنتبهوا لها، انه البيتا في كلتا الحالتين بيكون بطيء، بينما الجاما والالفا اسرع منه اوكي. الآن في عندي تفاعل آخر وهذا موجود كثير في البنزين أوكي، نفس الإشي موجود في البيريدين، لذلك ممكن نختار عنوان لهذا اللي هو substitution via an intermediate. الانترميديت الآن اللي هو بنسميه، كيف سمينا البنزين بنزين لأنه في تريبل بوند، هنا بنسميه بيريدين، نفس الفكرة تاعت البنزين أوكي. ومتذكرين البنزين كان البنزين في عليه تريبل بوند، هذا اللي كنا نسميه إحنا بنزين، مش بنزين، بنزين YN لأنه في تريبل بوند. الآن نفس الشيء في عندي البيريدين أوكي، إنه بكون في عندي أنا البيريدين، البيريدين بيكون موجود واحدة من الروابط بتكون على شكل التريبل بوند، هذا اللي إحنا بنسميه بيريدين. طبعاً هذا كيف بتكون زي ما بتكون البنزين. الآن إذا كان في عندي إذا كان طبعاً هذا له تطبيقات كثير مهمة. الآن إذا كان عندي أنا بيريدين، انتبهوا معي على آلية تكوينه، وكان في عندي هون كلور أوكي، طبعاً ما ننسى أنه كل بيريدين بقية الروابط فيه عليها هيدروجين. الآن إذا ضفت أنا قاعدة قوية زي الصوديوم أمايد، زي الصوديوم أمايد NaNH2، هاي من القواعد القوية، لأنه النيتروجين هون فيه عليه ماينس، والنيتروجين حجمه صغير لأنه عليه ماينس، أي ذرة حجمها صغير عليها ماينس، هاي قاعدة قوية. الآن هاي أوكي، طبعا وجود الكلورين هنا بسحب إلكترونات باتجاهه، فالكربون هاي عليها بوزيتيف شارج، فبصير تسحب من جيرانها على أساس تعوض هذا النقص،
فبتصفي الهيدروجين هاي حامضية. فممكن الآن، ممكن الآن الماينس هاي، خلينا نغير اللون، الماينس هاي تأخذ هاي الهيدروجينة اللي هي إلى حد ما أسيدك هيدروجين. طبعاً الآن زوج الإلكترونات بتضل موجود، هذا ممكن إنه طبعاً أنا أساس الآن زوج الإلكترونات هذا أنا مفروض عملت المواقع الدبل بوند شوي بختلفة، خليني أعمل هنا الدبل بوند، هون واحدة والثانية راح تكون هنا والثالثة بدالة على أساس نوضح الفكرة بالضبط، والثالثة موجودة ما بفرق طبعاً، هو بس هيك أوضح للفكرة، هيك الفكرة تكون أوضح. الآن زوج الإلكترونات هذا راح يعمل لي التريبل بوند، أوكي؟ بهاي اللحظة الكربونة هاي بتاعت السي ال كانوا صار عليها خمس روابط، الآن ممكن إنه السي ال تغادر، تعرفوا السي ال مجموعة مغادرة جيدة، فهذا بنشأ عنه البيريداين، إنه هون الآن صار عندي تريبل بوند، صار عندي هون تريبل بوند، وهون عندي دبل بوند، وهون عندي دبل بوند، أوكي؟ هاي هي وجود، خلينا نحكي الرابطة التريبل بوند في البيريدين. طبعاً هاي مثبتة، مثبتة بسهولة جداً، إنه هذا يعني خلينا نحكي شوي كيف أثبتوه هذا، أثبتوه هذا من خلال تفاعل، يعني إثبات إنه هذا موجود، أوكي؟ هذا أثبتوه من خلال تفاعل الديلز ألدر. الديلز ألدر إذا كان في عندي أنا داين، أوكي، والآن ضفته على هذا، يعني بعد ما أنا ما ضفت الصوديوم أيمايد على البيريدين بتوقع أنه هذا بتكون. الآن إذا تكون عندي هذا، أوكي، اللي احنا بنحكي عنه، اللي احنا بنحكي عنه هذا اللي سميناه البنزاين، الآن هون عندي دبل بوند وهون عندي دبل بوند. الآن ممكن يصير عندي سايكلو أديشن، نفس اللي احنا تعلمناه، إنه هذا يجي هون وهذا يجي في النص وهذا يجي على هاي الكار. طبعا هذا تعرفوا الديلز ألدر رياكشن، أوكي، ديلز ألدر هذا بيعمل لي حلقة سداسية. الآن وين هي الحلقة السداسية؟ بتكون في عندي حلقة، هاي الحلقة السداسية اللي هم الدايين، الأربع كربونات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي بدعملهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، كالعادة بصير عندي دبل بوند بين اثنين وثلاث. والآن بالنسبة لهاي خمسة وهاي ستة، يعني كأنه عندي الآن هاي خمسة وهاي ستة اللي هي جاي من البيريدين. الآن بدي أكمل أنا باقي حلقة البيريدين، باقي حلقة البيريدين عندي هنا نيتروجين وعندي هنا كربونة وعندي كمان هون كربونة وهذا الدبل. الآن فصلوها، هذا استطاعوا أنهم يفصلوه ويتعرفوا عليه ويعملوا له NMR ويعملوا له باقي الداتا، ومن خلال الناتج هذا استطاعوا أنه يثبتوا أنه فعلا كان عندي أنا بيريداين في المحلول وهذا بتكون. طبعا ما تنسوا هون تريبل بوند أنا استخدمت حلقة واحدة، رابطة واحدة، فبضل عندي دبل بوند ثاني موجودة عندي هون، أوكي، اللي هي يعني كأنه ضايف الكاين. لما بنضيف الكاين في ديلز ألدر رياكشن الناتج اللي بيطلع عندي الكين أو راح يكون عندي رابطة مزدوجة بالناتج، هون نفس الإشي كأنه هذا الكاين بصفي عندي حلقة دبل بوند في الناتج. الآن بإمكاننا أن نعطي أمثلة على هذا الحكي، أوكي، كان نعطي أمثلة على هذا الحكي، أو أنا بعدت شوي عن الموضوع اللي كنت بدي أحكيه. الآن نحكي هنا substitution على البيريداين. الآن هذا البيريداين اللي بتكون، وإذا كنت أنا ضايف عليه، إذا كنت أنا ضايف كمية كبيرة من الصوديوم، من الصوديوم أمايد، لا من الصوديوم أمايد، نعم، لاحظوا الآن، لاحظوا الآن إيش اللي ممكن يصير عندي، اللي ممكن طبعاً هون ما تنسوا إنه لما الـ NH2- تأخذ هاي الهيدروجينة كأنه الآن
التفاعل بيفقد لي أمونيا ماينس NH3، وبنفس الوقت CL مع NA راح يعمل لي ماينس NaCl. ففي عندي أنا في المحلول أمونيا. أوكي، الآن الأمونيا هاي إيش ممكن تعمل؟ ممكن تعمل التالي، إنه هاي هي الأمونيا، نحاول نعملكوا إياها بالشكل التالي. أوكي، أو بنفس الوقت إنه الـ NH2، خلينا أغير اللون هذا، أستخدم لون ثاني. الآن الـ NH2 هاي ماينس اللي هي موجودة ضفناها كقاعدة في الأول، الآن ممكن الماينس هاي تهاجم لي هاي الكربون. أوكي، تهاجم لي هاي الكربون، الآن زوج الإلكترونات هذا بده يصير زيادة، فهذا ممكن إنه يمنح لمين الآن؟ هذا يمنح، ممكن الآن هذا يمنح للهيدروجينة اللي هي جاية من الأمونيا. خلينا نوضحها هاي النقطة، الهيدروجينة هاي اللي هي جاية من الأمونيا، يعني هون عندي هاي الأمونيا الآن تلعب دور في المحلول، أوكي، في الآلية. الآن زوج الإلكترونات هذا يمنح للهيدروجين، وبتظل عندي دائما في المحلول NH2 لزيادة، بتظلها موجودة في المحلول. لذلك ناتج هذا التفاعل، ناتج يعني كأنه هنا هذا استخدمته قاعدة وكاتاليست بنفس الوقت. الآن ناتج هذا التفاعل إنه راح يحل عندي هنا NH2، أوكي، طبعا وهنا الهيدروجين اللي اتاخذت رجعت من اخذناها من الامونيا، رجعت تون هيدروجين زي ما بدي. المحصلة لهذا التفاعل كله كأنه انا استبدلت CL، استبدلته بالNH2، لذلك هذا التفاعل بيعتبروه نيوكليفيليك سبستيتيوشن. اوكي، لذلك هذا التفاعل طبعا الآلية فيا يعني بواسطة أو بتمر من خلال البريدعين، أوكي؟ مش آلية addition elimination اللي احنا متعودين عليها، هذا مش addition elimination، لأ هذا بمر من خلال البنزين. طبعاً ليش إيش اللي بيختلف هذا عن addition elimination؟ addition elimination إنه احنا بنضيف هذا CL اللي عندي، والآن بتيجي خلينا نحكي الأمونيا على نفس الكربونة هاي اللي هي الـ NH2، والآن زوج الإلكترونات هذا بصير على خلينا نحكي على الكربون اللي جنبها، فبصفي عندي تقريبا هذا الوضع، هون عندي CL وهون عندي NH2 وهون عندي كأنه زوج الإلكترونات اللي صار ماينس، وهذول موجودين ما صار لهم إشي. طبعا الماينس هاي أحياناً بدها إشي خلينا نحكي يستوعبها، يعني إذا في على البيريدين نايترو جروب بتنتقل الماينس هاي وصلها ستابيلايزيشن على النايترو جروب، الآن بترد بترجع هاي الزوج الإلكترونات بيرجع بيعمل دبل بوند وبغادر السي أل. هذا اللي احنا بنسميه الأديشن إليمينيشن، إنه أنا ضفت هون إضافة بعدين صار عندي هون حذف. أوكي، طبعا هذا زي ما حكينا انه ممكن يصير هذا التفاعل اذا عندي مجموعات ساحبه زي الـ NO2، زي الـ NO2 ممكن انه يصير عندي الان طبعا نفس النتيجه، انه راح يصير عندي الـ NH2 راح تيجي محل كلور، بس بهاي الحاله كانه بلزمني انا يكون في عندي مجموعات ساحبه زي الـ NO2، هذا اللي احنا بنسميه addition elimination، وحكينا عنه في محاضرات سابقة. بينما هون آلية التفاعل لا، ما بتتم عبر الaddition elimination، بتتم عبر تكوين البنزين. أوكي، يعني كأنه إذا البريدين عليه هالوجين فيش عليه مجموعات ساحبة وضفت عليه قاعدة قوية زي الصوديوم أمايد بصير nucleophilic substitution، بس الآلية عبر البريدين اللي احنا حكيناها، والبيريدين مثبت زي ما حكينا عملوا عليه إضافة ديلز ألدر رياكشن وفصلوا الناتج، وهذا بثبت أنه البيريدين ممكن يتكون عندي. أوكي،
الآن كمان نوخ التفاعل، في تفاعلات الفريدين كثيرة ومهمة ولها تطبيقات كثير مهمة. الآن ممكن يصير عندي نيوكليوفيليك، بنسميه نيوكليوفيليك أتاك with hydride transfer with transfer of hydride. والهايدرايد بتعرفوه اللي هو ال H minus، الهايدرايد اللي هو ال H minus بصير transfer لل H minus. مثل هاي التفاعلات إذا أخذنا إحنا البيريدين، إذا أخذنا البيريدين وضفنا عليه فينيل ليثيوم، طبعا بيستخدموا الإيثر كسولفن، داي إيثيل إيثر، هذا سولفن داي إيثيل إيثر بسموه إيثيل 2O، يعني كانوا عندي إيثيل أكسجين إيثيل، هذا داي إيثيل إيثر بسموه، بيختصروا إيثيل 2O، وهذا سولفنت. أوكي، حتى التفاعل مش بحاجة على زيرو ديجري، يعني بتلج بالعمل هذا التفاعل. الآن لاحظوا هون إيش اللي عماله بصير، الهيدروجين هاي الموجودة هنا، أوكي، لأنه النيتروجين بسحب إلكترونها، أوكي، فبيخلي الكربون هاي في عليها موجب، فالهيدروجين هاي إلى حد ما إذا في قاعدة قوية زي طبعا هون لما بنحكي فينيل ليثيوم، يعني كأنه أنا أتخيل إنه عندي بنزين، والبنزين هذا فيه عليه ماينس والليثيوم بلس، لذلك الماينس هون موجود على الكربونة تاعت الفينل، هاي قاعدة قوية جدا، الكربون حجمه قليل وعليه شحنة سالبة، وبالتالي ممكن الآن خلينا نحكي الماينس اللي على الفينل تأخذ هاي الهيدروجين بسهولة، لأنه هاي قاعدة قوية جدا، قوية جدا هاي القاعدة، أوكي؟ وبالتالي الآن ممكن إيش يصير عندي؟ ممكن إنه هذا الحكي إذا طلعت الهيدروجين، أنا عفوا، هذا الحكي إذا طلعت الهيدروجينة بدون إلكترونات، بس لما بنحكي إحنا عمالة بتطلع ب H minus معناته بدها تأخذ إلكتروناتها معها، يعني إنه هاي إلكتروناتها بدها تأخذ إلكترونات هاي معها. أوكي، إذا أخذت إلكتروناتها معها بصير الكربون هاي في عليها موجب، أوكي، وبالتالي الآن الماينس تاعت الفينيل بإمكانها تيجي عليه. وبالتالي هون خليني أكمل رسم ونعيد كمان شوي لأنه هيك خربشناكو إحنا. الآن الفينيل بيجي عندي على هذا الموقع، أوكي، ليش؟ لأنه هون الهيدروجين طلعت بشكل ماينس، وبالتالي الH ماينس مع الليثيوم بلس بعطيني ليثيوم هيدرايد. طبعا 100% هون الليثيوم شحنته زائد والH شحنته ناقص، لذلك الهيدروجين هاي طلعت مع إلكتروناتها، أوكي؟ الآن إذا بدي أوضح أنا أكثر، إذا بدي أوضح أكثر، كأنه أنا بدي أعمل التالي، يعني كيف بصير هذا الحكي؟ بصير هذا الحكي إنه زي ما حكينا هاي الهيدروجينة، أوكي؟ الآن الإشي اللي عليه ماينس، الإشي اللي عليه ماينس اللي هو طبعاً ما ننسى هون في عندي زوج إلكترونات، الإشي اللي عليه ماينس اللي هو البنزين زي ما حكينا، أوكي؟ البنزين الآن هذا في عليه ماينس، الآن هذا وين راح يجي؟ أنسب مكان له هاي الكربونة، لأنه هاي هي القريبة من نيتروجين اللي بتسحب إلكترونات، فبيجي الآن الماينس عليها. لما يجي عليها الكربون هاي بصير عليها خمس روابط، فزوج الكترونات هذا بصير على النيتروجين، فإمكاننا نكتب الآن التالي، أوكي، إنه هذا النيتروجين الآن الهيدروجين هاي إجي عليها الفينيل، خلي بدل ما نكتب البنزين ممكن نكتب عليها الفينيل بس للتوضيح هون. الآن الدبل بوند هاي موجودة والدبل بوند هاي موجودة، أصلاً في زوج إلكترونات وإجا زوج ثاني، الآن النيتروجين هاي في عليها سالب، والإشي الموجب اللي هو الليثيوم، يعني كأنه ليثيوم صولت، هذا عبارة عن ملح، أوكي؟ الآن الخطوة اللي بعديها، الخطوة اللي بعديها إنه هذا بوجود الأكسجين اللي بالجو، أوكي؟ إنه هو ال بصير أكسدة من الأكسجين اللي بالجو، أساس إنه هذا المحض هاي صارت مشبعة، يعني بطل أروماتيك هذا، لذلك هذا بسرعة يعني بصير له أكسدة
وبترجع عندي برجع عندي هنا دبل بوند وهنا الفينيل جروب. وطبعا زي ما حكينا انه بعطيني كأنه هاي الآن من الأكسدة التخلص من الهيدروجين، وبالتالي هون بعطيني H مع الليثيوم، ليثيوم هيدرايد. أوكي الآن يعني خلينا نحكي هذا التفاعل كثير مهم، إنه إذا كان عندي بيريدين أنا وضفت عليه فينيل ليثيوم، أوكي كأنه الآن اللي بصير عندي ترانسفير للها H ماينس، وبيجي الفينيل محل الهيدروجين اللي هي على البوزيشن الثاني. أوكي طبعا ممكن نستخدم على سبيل المثال، مش بالضروري نستخدم فينيل ليثيوم، إذا استخدمنا ليثيوم أمايد، أن ليثيوم أمايد هذا بلس وهذا ماينس، لسه هاي كمان قاعدة قوية جدا، فالآن هاي ممكن نفس الإشي تحل محل يصير للهيدروجين ترانسفير، ويجي عندي الآن نفس ما إجت الفينيل يجي عندي هون الأمين NH2 على الموقع. هذا طبعا من أهم الستارتينج ماتيريالز، هذا عليه تفاعلات مهولة، إنه يكون عندك بيريدين وفي جنبها NH2، هذا زي أمينو بيريدين. الآن ممكن تعمل منه حلقات، ممكن تحضر منه كثير شغلات، رح جزء منها يمر معانا لاحقا لما نحكي عن تطبيقات البيريدين. أوكي طبعا زائد ليثيوم هيدرايد، يعني إذا كان عندي بيريدين وبضيف عليه فينيل ليثيوم أو أمينو ليثيوم بصير عندي نيوكليوفيليك سبستيتيوشن على الموقع ألفا، ومكان الH ماينس مكان الهيدرايد. يعني هذا من التفاعلات المهمة اللي ممكن تصير على البريدي. أوكي الآن ميزولي بين هذا التفاعل وبين تفاعل العادي، لاحظوا هنا كأنه الفينل والأمايد هاي كأنه لهم قوة غير معقولة بحيث أنهم يحلوا محل الH ماينس. أوكي لكن بدي أنتبه الآن، إذا في عندي أنا البيريدين كان فيه عليه هالوجين على سبيل المثال، هذا أخذناه التفاعل كان عليه مثلا هنا X هالوجين، الآن هذا إذا بضيف عليه البيوتيل ليثيوم، أوكي تنتبهوا قبل شوي أنا ما كان عندي بيريدين لحاله، أوكي ما كان فيه عليه هالوجين، الآن إذا كان في عندي طبعا هذا النورمال اللي احنا بنسميه البولي، بولي يعني بيوتيل ليثيوم بسموه بالعربي بولي، بقرأوها بولي وسموه بولي. أوكي الآن هذا 100% راح يصير في عندي الآن اللي احنا بنسميه المتل اكسشينج، هذا بسموه متل او متل اكسشينج اوف هالوجين، يعني نكون عندي الآن الهالوجين يكون عندي موجود هالوجين وبصير المتل بحل محله، وبالتالي الآن ممكن يجي عندي الليثيوم اللي هو المتل عندي هون، الليثيوم هذا هو المتل محل الإكس. أوكي طبعا زائد الآن راح يعطيني بيوتيل إكس، الآن هاي نورمال إنه أنا بأخذ البيوتيل العادي. طبعا بدكم تنتبهوا أنا لما بحضر هذا إيش معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي إنه الليثيوم هون الشحنك عليه بلس زي ما بتعرفوا، والكربونة هاي بدها تكون عليها ماينس، وبالتالي ممكن أستخدم أنا هاي الكربونة اللي عليها ماينس أضيفها لأي إشي بده إلكترونات، أي إشي بحاجة لإلكترونات، يعني كأن عملت الآن البيريدين هنا. أوكي طبعاً ممكن أخذ الإكس مش بالضرورة أخذها على هذا البوزيشن، ممكن أخذها على هذا، ممكن أخذها على هذا البوزيشن، بس أنا أخذت مثال. إذا بدكوا إنه هذا نعمل الإكس داخل بالرينج على أساس إنه ممكن تكون ساعتها الليثيوم بتكون داخل بالرينج، ممكن تكون على أي موقع. مثال على هذا الحكي اللي أنا بحكيه، مثال إذا أخذت أنا مثلا هذا الإكسامبل على هذا الحكي، مهم هذا المثال، إذا أخذت أنا اللي هو الميتا عفوا هذا البيتا برومو أنيلين وضفت عليه أنبيوتيل ليثيوم بولي،
طبعا دائما بيستخدموا الدايإيثيل إيثر، هذا سولفنت مذيب ما له علاقه. ولاحظوا هذا حتى الحراره ممكن تنعمل حراره واطيه جدا ناقص 78 درجه مئويه، ناقص 78. تخيلوا الان راح يحل الليثيوم محل البروم، اوكي راح يحل الليثيوم هنا محل البروم. الان ممكن استخدم زي ما حكينا هاي الكربون از نيوكليفاي، فمثلا لو كان عندي فينيل سي ان اللي احنا بنسموه بنزو نايترايل، هذا له اسم، هاي مجموعه النايتريل وعليها بنزين بنزو نايترايل، هذاك بسموه اوكي. الان بتعرفوا النيتروجين هذا بيسحب الكترونات، فالكربون هاي في عليها موجه اوكي. لذلك الان وين الماينس ساي تاعت البيريديم تيجي؟ تيجي على هاي الكربون. اذا اجت على هاي الكربون بصير عليها خمس روابط زوج الكترونات، هذا بصير على النيتروجين. وبالتالي الان ممكن احنا نكتب ناتج هذا التفاعل بهذا الشكل، عندي بيريدين والبيريدين الان راح يرتبط في هاي الكربونه، الكربونه هاي اللي عليها اصلا فينيل وكان عليها تريبل بوند مع نيتروجين، راح يصير دبل بوند مع النيتروجين. وزوج الالكترونات الان طبعا ما تنسوا النيتروجين اصلا عليها زوج الكترونات من الاصل وجاها زوج ثاني، فبصير في عليها ماينس. هاي ايش الاشي البلس اللي هو الليثيوم اللي طلع موجود عندي بهاي المجموعه. الان هذا هذا اللي موجود عندي. اذا بنضاف عليه تخيلوا اذا بنضيف على هذا طبعا هذا ممكن نضيف عليه ببساطه شديده جدا مي. طبعا الان واضح احنا لما بنضيف عليه مي في كانه عندي في المي او اتش ماينس اوكي، و او هذا بامكان اذا كان هذا بوجود ال اذا ضفنا عليه مي في الاول ممكن ايش يعمل لي؟ هذا ممكن في الاول يعمل لي او خلي يعني قصدي نكتب الآلية، خلينا نكتب الناتج في الاول بعدين ممكن احكي لكم كيف طلع هذا. الان هذا هو البيريدين اللي موجود عندي في الاصل، هذا هو البيريدين. الان بوجود الماء طبعا نكمل هاي نفسها، نكمل هاي نفسها ان هون عندي سي وفي عليها فينيل. الان بدل الان راح يجي عندي او، راح يصير عندي لاحظوا هذا زي الكيتون اوكي، هذا كيتون فينيل من جهه وبريدين من جهه ثانيه. صعب جدا نحضر كيتون من هذا النوع بغير هاي الطريقه. طبعا جزء واحد يسال شو اللي صار هنا؟ اللي صار واضح لما بنضيف لما بنضيف المي، المي ما عبارة عن H بلس وعبارة عن OH ماينس، فمية في المية ال H بلس راح تأخذ راح تيجي على الماينس تاعت النيتروجين، وبالتالي كأنه بده يتكون عندي الآن بيريدين مع الفينيل. الآن راح يصير عندي NH بدل هاي. لما بصير عندي NH بدل هاي مع مين طلعت هاي الليثيوم البلس؟ تطلع مع ال OH ماينس يعني زائد ليثيوم هيدروكسيد. الآن هذا بوجود كمية كبيرة من الماء لما بنضاف عليه كمان مي، ما هي نفس الإشي المي H بلس و H ماينس، الآن هاي بتسحب إلكترونات لأنه أكثر إلكترونيجاتيفيتي النيتروجين، فالكربون هذا فيه عليه partial positive charge. فإيش اللي ممكن يصير؟ ممكن الآن نفس الـ OH ماينس تاعت المي تهاجم اللي هاي الكربون اللي عليها موجة، بصير عليها خمس روابط، هاي بتفتح وبتصير على النيتروجين. وبالتالي بإمكاننا الآن نكتب هذا هو البيريدين اللي موجود عندي، الآن هاي الكربون اللي عليها فينيل، الآن إجا عليها OH، وبنفس الوقت الآن صار عندي هون الـ NH أصلاً عليها زوج الإلكترونات وإجاها زوج ثاني بدأ يصير عليها زوجين من الإلكترونات والشحنة عليها بلس، عفواً هون الشحنة ماينس لأنه ست إلكترونات حواليها. الآن لما الشحنة على هاي ماينس ممكن الآن تأخذ هيدروجين من المي، ممكن هاي تأخذ هيدروجين من المي لأنه عليها ماينس، هاي على الشحنة عليها سالب، فبدها تصير عندي الآن NH2
الآن هاي النيتروجين، وهون عندي كربون عليها فينيل وعليها OH، والآن عليها NH2 نتيجة أنه إجاها بروتون من الماء اللي موجود عندي. هلأ هاي الكربون اللي كتبناها في الأخير، لاحظوا هاي الكربون الأكسجين بيسحب منها والنيتروجين بيسحب منها، فهي بحاجة لإلكترونات. فاللي ممكن يصير الآن أنه زوج الإلكترونات اللي على الأكسجين هذا يعمل لي دبل بوند. إذا عمل دبل بوند بصير الكربون هاي عليها خمس روابط، بتترك الـ NH2 بس تأخذ معها هاي الهيدروجين، فهذا بفقد لي أمونيا تفاعل ماينس NH3 غاز، وبتكون عندي الكيتون. يعني كأنه الآن إحنا حكينا لكم آلية هذا التفاعل، إنه كيف لما يكون عندي، طبعا هذا زي الإيمين، لأنه هذا بس إيمينيوم سولت هذا، أوكي، الإيمينيوم سولت هذا إنه كيف بتحول لكيتون بإضافة الماء، أوكي، زي ما حكينا هون. طبعا أكيد الواحد بتوقع إنه هذا الستارتينج ماتيريال في نيتروجين، أوكي، هذا الستارتينج ماتيريال في نيتروجين والبرودكت في أكسجين. السؤال إنه وين راح هذا النيتروجين؟ طبعا إجابة على هذا السؤال إنه النيتروجين طلع از أمونيا من خلال ميكانيزم التفاعل أو من خلال آلية هذا التفاعل، أوكي. يعني خليني أتوقف عند هذا التفاعل كواحد من تفاعلات الكثير مهمة على البيريدين، أوكي. المرة الجاية إن شاء الله في بعض كمان تفاعلات المهمة راح نحكي عنها، وراح نكمل تفاعلات البيريدين لأهمية هاي التفاعلات. راح أتوقف هنا. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.